آخر محاضرة لينا قبل المكتب قلنا عن المنقص سينا على المنقص على سكولة فايف يعني نوع من الديف شوي بس ما حيناش نتكلم على المنقص تسيب فبدأت عشان كده جزء بس المحاضرة بعضها نسترجع مع بعض المنقص ونشوف الفرق بينه وبين المنقص تسيب والنقطة المودبس هي غالبا بنقدر نتكلم عليه من حيث الافيشنسي بتاعته بسهولة شوية نحاول ايه نبص على اكزامبل على الكلام هعدي طبعا على معظم الحاجات اللي اتكلمنا عليها اتفقنا ان المودبس هو استاندرد ماستر سليف اكسس وقلنا ان فيه application layer اللي هي المودبس بروتوكول جايد اللي ليست الفانكشنز اللي مسموح بيها في المودبس والديتيلز بتاعت استعمال كل فانكشن وقلنا شنايدر بتدعم كذا فيرجن من الفيزيكال لاير بس بنركز على الار اس 2 واير versus 4 واير الكلام ده كنا قلناه قبل كده في فيزيكال ميديا قلنا 4 واير بيسمح بالايه بالفول دوبلكس واتكلمنا على التركيبه الكامله بتاعته بالبايسنج بالالتيرنيتنج ريزيستنس بالمناسبه حد اتفرج على الفيديوهات بتاعه البروفي بس من على البروفي بس انترناشونال اورجانيزيشن هتلاقي فيها حاجات بتغطي الجزء بالنسبة لل connectors قلنا انها في برضو كالعادة وقلنا ان هو بيشتغل تو ميكانيزم يا اما polling unicast يا اما broadcast وقلنا اليونيكاست بيبقى فيه حد request بيبعت واحد بس هو بيترد عليه والبرودكاست المفروض ان هو بيتباع من الماستر بس مفيش ايه ريسبونس بيطلب في الحاله دي فلو جالي برودكاست مسج البرودكاست مسج موجود على الفيزيكال لاين الماستر مطبعها الوقت ده بعد البرودكاست مسج الماستر ما بيعملش حاجه بينما البروسيسنج بتاع برودكاست مسج بيعدي في الستيكس كلها من ستيك واحد الى ستيك ان لكن مفيش ريبلاي مفيش حاجه تانيه ظهرت على الفيزيكال لاير اللي هيظهر على الفيزيكال لاير بعد كده الريكوست اللي بعديه اللي هو ايه؟ يونيكاست من الماستر فاول ما الماستر يحاول يبعت يونيكاست تلاقي الفيزيكال لاير بدا يشتغل مره اتفقنا ان البايب في الكوميونيكيشن عندنا 11 بت ليه 11 بت قلنا هم 8 داتا بلس واحده ستارت بلس واحده ستوب بلس واحده باريتي ولو انت هتستعمل نو باريتي هتستعمل 2 ستوب بعد كده اتكلمنا على المودبس ابلكيشن لاير فورمات بتاع المسج المسج فورمات قلنا دايما في المودبس اول خانه بتحدد انا بكلم مين 0 يبقى برودكاست مسج نمبر من 1 ل 255 يبقى انا بكلم سبيسيفيك سليف يبقى اول حاجه بنده على بكلمه وبعدين بقول له انا عايزه في اي موضوع فانكشن ريد ولا رايت ولا هيلث تشيك ولا ايه هو اي نوع من انواع الريد ريد كويل ولا ريد ريد انبوت ريجستر ولا ريد اوت ريجستر وهكذا على حسب الفانكشن كود السبيسيفيكيشن بيقول لك ايه اللي هتبعته بعد وفي الاخر بنتكلم على سي ار سي تشيك للمسج بتاعتك
واتفقنا ان بيبقى فيه مينيمم تايمينج ما بين الانتر فريمز او ما بين فريم سوري هو بنسميه الانتر فريم. الانتر فريم بيبقى 3.5 كاركتر. طيب يبقى in general عندي المسج كتول 8 بيت ادرس 8 بيت فانكشن 16 بيت سي او سي و 3.5 كاركتر انترفريم. بنقول مبدئيا كده ان اصغر لو افترضنا من زيرو داتا مطلوبه اصغر مسج مود بس هتبقى 8 و 8 و 16 هتبقى ايه؟ 32 بت. يبقى اقل مسج في السايز هتبقى 32. طيب المفروض في بعض الاحيان بيبقى في مسج طلعت وانكمبليت، مسج بدات تطلع وبعدين حصل مثلا حصل فيلير او سليب، وبالتالي هو المفروض في الحاله دي بتعمل لها ديتكشن ان المسج مش كامله، والمفروض ان هو نقدر نجيب الديسكارد الفريم ده بعد تايم اوت. ده معناه ان لازم الريسيفر يكون عنده اخباريه عن الاكسبكتد لينس للمسج عشان يعرف ان هي المسج كده لسه ما كملتش. فده بيتحقق من خلال الاتفاق على معنى كلمه فانكشن وايه اللي بيبقى بعديها. يعني انا دلوقتي احنا كنا بنتكلم على ان اقل مسج 32 بت. طب هو لو هي ريد مسج، لا لو هي ريد مسج هتلاقي ان الطول بتاعها 64 بت كويس. فانت لازم تكون عارف ان انت لو شفت هنا 03 كرقم هتكمل لغايه 64، جالك حاجه اقل من كده تبقى هي ايه؟ مش كامله. طب لو رايت، لا ده لازم تزيد عن كده، ليه؟ لانك كمان بتبعت الفاليو اللي انت هتكتبها. مش بس هتبعت الادرس، لا هتبعت ادرس وفاليو. طب يعني اقدر استيميتد؟ اه بتقدر تعمل لها استيميشن. ليه؟ لان في رايت كود بيتكتب وبعدين بكتب بعديه عدد الريجسترز اللي انا هبعتها له. فيبقى من البايت نمره 5 يعني 1 2 3 4 هنتشيك عليها. يعني انا مش فاكر دلوقتي الحقيقه النمبر اوف بايتس الاول الستارت، لا الستارت قبل الستارت. فيبقى عندك 1 2 3 4 الادرس، يبقى من بايت نمره 6 المفروض تكون عرفت المسج كلها هتبقى كام بايت، وبالتالي تقدر تتشيك ان الفريم بتاعك كامل ولا مش كامل. واتفقنا ان هو ارقام الفانكشنز 127. طب ده رقم غريب شويه، ليه رقم غريب؟ احنا اتفقنا هنا ان الفانكشن واخده كام بت؟ 8 بت. المفروض ثيريتيكالي سبيكينج كده ده الموضوع سهل، رقم الفانكشن يتراوح من 1 لـ255 وزي ما الادرس هنا من 1 إلى 255 صح؟ واتفقنا هنا الزيرو ليه سبيسيفيك ادرس، هنقول ان انا مش هستعمل الزيرو مش مشكله. طب حد هيرد عليا يقول لي اه ما هي الفانكشنز محدوده، فاللي عمل الستاندرد لقى ان هو مش محتاج اكثر من 127 ايه؟ فانكشن مكتفى بهذا القدر. الكلام ده مش منطقي، ليه؟ لان هو هنا بيتكلم على ان احنا عندنا في public functions وفي user defined functions. فالpublic functions اللي هي متحدده بالستاندرد اصلا اقل من 127. فاشمعنى يعني قال الرقم بتاعي هيقف على 127؟ يبقى اذا كان اللي هي هستعمل الـ public functions، الـ public functions حاجة و60 يمكن، فهو
هم اوريدي كان ممكن اقول الفانكشنز لغايه حاجه 60 او افتحها لغايه 255 ووسع على اليوزر ديفايند فانكشنز. اعمل انت الفانكشنز بتاعتك. لا الحقيقه هي ليها سبب مختلف شويه. السبب بتاعها ادي الفانكشنز اللي هي الببليك. السبب بتاعها الريبلاي ريبلاي فورمات. انت لما بتبعت للسليف احنا كنا اتكلمنا بسرعه هاخد الاكزامبل كده مره ثانيه. اتكلمنا على الاكزامبل ده. قلنا هعمل سليف رقم 1 1 بطلب منه فانكشن كود 1 وده ريد كويل وبديله الستارتنج ادرس واللانس وبعد كده السي ار سي. تعالوا نعد كده مع بعض الديفايد 2 3 4 5 6 7 8 انا لسه قايل شويه ان الريد مسج هتبقى ايه 8 بايت يبقى فعلا الكود بتاعه معروف. طب تعالوا نبص على الريبلاي كده. الريبلاي طبعا الطول بتاعه هيختلف على حسب عدد الايه الكويلز المعلومات اللي انت بتقراها بس برضه هو لازم يجي في الاخر هنا ثالث بايت في الريبلاي. لو انت بتعمل رايت المكان عدد البايتس بيترحل شويه ده في الرايت. لو انت بتعمل رايت انت بتبعت الايه الستارتنج ادرس الاول بعدين نمبر اوف بايتس. فهنا بيقول انا سليف رقم 1 1 اللي هو 17 ديسيمال برد على فانكشن 1 وبعت لك 5 بايت ادي 1 2 3 4 5 وبعدين 2 0. طيب ايه علاقه ده بان الفانكشن هي من 1 ل 127 بس؟ المود بس كستاندرد ان جنرال بيقول لك السليف لما بيجي له فانكشن حاجه من الاثنين يا بيعرف يرد عليها يا بيبقى عنده مشكله. عنده مشكله ازاي؟ انت بعت لما جيت تبعت مثلا ريدنج ادرس وليكن المثال المشهور بتاعنا الباور ميترز مثلا عايز تقرا فولت وتيار او ايفن حتى بي ال سي معين انت بتكلمه مود بس فبتقول للبي ال سي هات لي انبوت 7 او انبوت 15. المود باس ما فيهوش في الانبوت العادي اللي هو الكويل ما فيش حاجه 3.2 و5.4 هو بيعمل لهم مابنج وسيكونش مش مشكلتنا دلوقتي. المهم طلبت انبوت بادرس معين والادرسيز بسم الله ما شاء الله انت تقدر تدخل الادرسيز لغايه ادرس كام؟ بص كده الستارتنج ادرس سايب له 2 بايت يعني بقى عندك لغايه ادرس ايه 65000 تمام؟ كويس. فانت طلبت ادرس وبحبحت ايدك شويه، طلبت ادرس 2500 والادرس ده اصلا مش موجود، هيرد عليك يقول لك ايه؟ لو ما ردش انت مش عارف هو اصلا السليف ده لايف بس مش عاجبه ريكويست ولا الواير مقطوع ولا السليف موصول فهو لازم يرد ويقول لك في حاجه غلط. طب ما حاجه غلط هيعمل ايه؟ فالرد اللي هو بنسميه نيجاتيف اكنولج. النيجاتيف اكنولج دي في اي حاجه في النتورك سواء انترنت يعني سواء اندستريال او نون اندستريال في اكنولج انا ريكوست خدته ومبسوط منه والنيجاتيف اكنولج يعني الريكوست ده مش نافع معايا وممكن يكون الريكوست سليم وكل حاجه بس انا مش فاضي. البروسيسور بيزي انت طالب كميه داتا كبيره مش هلحق اديها لك في الوقت اللي هو قبل التايم اوت يعني خلاص بقى يعني يفوت علينا بكره. فالموضوع ده نيجاتيف اكنولج في المود باس بيتم ان انت في الريبلاي تجمع على الرقم الفانكشن 128 يبقى لو 1 لو انت بعت ريكوست 1 وجالك 129 تعرف ان الايه السليف سمع وفهم ما عندوش اعتراض على السي اف سي مثلا ما عندوش اعتراض ده مش الادرس بتاعي بس عنده اعتراضات اخرى. الاعتراضات الاخرى بنديلها بايت كمان نوع الاعتراض يبقى الاول بيقول لك انا عارف انها فانكشن 1 ومعترض فبيجمع عليها 128 وبعدين يقول لك السبب بتاع الايه الاعتراض undefined address
ان هو زي ما نقول هو اصلا بيزي invalid data whatever ايه السبب بيجي ايه او مثلا انت بتعمل رايت على حاجه مش رايتبل الادرس ده موجود بس مش مالكش رايت اكسس عليه ده انبوت انت بتقراه من فيد انت شايفه 12 ملي امبير ما تقدرش تيجي ده انالوج انبوت ما اقدرش اجي اقول خليه 16 ما هو قايسه 12 فهيقول لك ان الادرس ده نوت رايتبل فنوع الاعتراض بيجي في بايت بعديه لكن لازم يحدد انه معترض عن طريق انه يجمع هنا ايه يعمل 128 بلس فهو قفلها لك 127 علشان يحجز الايه من 128 وانت طالع للاعتراضات يبقى الفانكشن كود هنا من 1 ل 127 قفل السكه على اليوزر ديفايند فانكشنز ما تطلعش اكتر من كده علشان النيجاتيف اكنولج طيب المجموعه الاولانيه زي ما قلنا بتختص بالبيت اكسس والمجموعه الثانيه بتختص بال 16 بت او الريجستر اكسس وفي مجموعات دايجنوستيك زي فانكشن 8 فانكشن 8 دي كانت عملت مشكله مره كان فيزا سيستمز كانت واخده بروجكت كانت بتعمل ريفامبنج بعض الديفايسز كانت جيت ويز او ما كانش جيت ويز كان بروتكشن بلاي صغير للمواتير في سايت من السايتس بتاعت الاويل اند جاس القديم شغال بس اوبسوليت وبالتالي اما بيبوظ ما بيلاقيلوش قطع غيار فبدا يحط من النوع الجديد حط من النوع الجديد يجي باي سكادا سيرت بارتي يجي مش عارف مود باس تيستر الدنيا شغاله الادرسيز زي ما هو عايزها والمفروض ان هو كل حاجه تمام يجي يحطها على البي ال سي اللي موجود مفيش كوميونيكيشن معلم كوميونيكيشن ايرور والديفايس ده ما كانش بي ال سي كان بي سي اس حل المشكله ايه سنيفر يعني سنيف يعني سنيفنج يعني بشم كويس شمام سنيفر يعني ايه كويس فهو يعني الكلب البوليسي كده ما يقعد يشمشم كده ده ايه سنيفنج يعني فالسنيفرز عموما في الكوميونيكيشن هي هاردوير بلس سوفتوير تولز بتقدر تخش بيها على الكوميونيكيشن بس تشوف مين بيبعت ومين بيرد ومين ما بيردش فبيجيب لك الحوار رايح جاي اوكي ف في سنيفرز بتشتغل على الار اس 232 والار اس 45 اللي هو السيريال ريل لايرز وفي سنيفرز بتشتغل على الانترنت اشهرها الواير شارك اللي منكم بيتعامل معاه وفي سنيفرز سبيسيفيك للبروفي بس او للكان اوبن المجموعه اللي في المشروع معانا في سنيفر عندنا للكان اوبن ممكن نخش على الكان اوبن ما بين البي ال سي وما بين الدرايف فيجيب لك الريكوستات اللي هي رايحه وهي وجايه وبيجيب لك الديتيلز بتاعها لانه ده ديديكيتد للكان اوبن في جنرال بيربز هو شغال ايه بيجيب لك اللي موجود ارقام هيكزا ديسيمال وانت تصرف تفهمها لكن ده هو جايب لك الهيكزا ديسيمال ومفسره لك بيقول لك ده ريكوست ريد لاوبجكت اي دي رقم كذا وما بيسموها الكوميونيكيشن اوبجكت اي دي بلغه الكان اوبن والرد جالي او ما جاليش وجالي فاليوز كذا لان هو فاهم البروتوكول هو معمول للبروتوكول دايركت فبالسنيفر اتضح ان الدي سي اس قبل ما يبتدي الكوميونيكيشن مجرد ما بيتعمل له باور اب بيبعت فانكشن 8 فانكشن 8 دي عامله زي البينج بتاعه الانترنت ان انا ببعت لواحد انت صاحي يقول لي انا صاحي فانا ببعت له بينج او فانكشن كود 8 المفروض يرد عليا فانكشن كود 8 احنا كده شايفين بعض كويس فالبوينت ان احنا اتفقنا قبل كده ان المود بس ما بيلزمكش ان انت تعمل كل الفانكشنز وبالتالي في ناس كتير بتكتفي بفانكشن 3 4 6 16 مجموعه فبالصدفه البروتكشن ريلي القديم كان بيدعم فانكشن 8
البروتكشن ريلي الجديد ما بيدعمش فانكشن 8 بس بيدعم مود بس انا هو فاهم مود بس الدي سي اس بيعمل ايه يبعت ادرس 7 موجود ادرس 7 موجود ده بيعمل ازاي بيبعت ادرس الاول 7 وبعدين الدياجنوستيك كود رقم 8 وينتصر مفيش حد بيرد الراجل مش فاهم كويس فبالتالي بيتعلم على الاخ ده ان هو كوميونيكيشن ايرور فكل دقيقه كده يبعت له مره ها جيت لا لسه جيت لا لسه فمتعلم عليه كوميونيكيشن ايرور ايه الحل حل ان هو تخش في دي سي اس بروجرامينج تغير الايه التشيك بتاع الاكزيستنس اوف ذا سليف من فانكشن 8 قلبناها الفانكشن 4 بادرس سبيسيفيك موجود في كل الايه ال بروتكشن ريليز مش فاكر حطينا اني ادرس اللي هو ضامنين ان هو اكيد هيكون متوظف حاجه فيها يمكن مانيفاكتشر اي دي حاجه يعني وات ايفر حاجه كده لازم تكون موجوده وبالتالي بقى اول تشيك يعمله يبعت بي ريكويست يترد عليه يبتدي يدخل معاه عشان كده بنقول ان الحاجات اللي هي بتبقى اوفر ستاندردايز ساعات بتحس ان هي مكتفاك شويه زي بروفي او كان اوبن بس هي بتدي جارانتي ان الحاجات دي هتشتغل مع بعضها اللي هو الكلام اللي احنا كنا بنقوله انتر اوبيرابيلتي كويس فده بيسهل علينا طبعا المود باس بيديك فريدم وبيديك سهوله في التطبيق وكوست اقل لكن عايز حذر وعايز حد يعني ممكن تكون بتعرف ابرمج الريد مش عارف ايه على البي سي اس والريد بار او المود باس ريد على حسب السوفت وير اللي انت بتستعمله بتعرف تستعمله كويس بس ما انتش فاهم واتس بيهايند فلما بيحصل مشكله ستوب كده ايه لازم تكول فور سبورت لما بتبقى عارف شويه الدنيا اخبارها ايه او ازاي تعمل سنيفنج ازاي تعمل ترابل شوتنج يعني انت في الكهرباء ما ينفعش تقول انا ايه انا بعمل تركيبات ومش عارف ايه وبتاع وما بتعرفش تستعمل الافو ما هو الافو ده السنيفر بتاعك انت بتشوف ها ايه الاخبار الفولت وصل هنا لا اتقطع في السكه لو انت عامل كلاسيكال كنترول يبقى لازم تبتدي تشوف الايه السكه بتاعتك لغايه الكويل بتاع الكونتاكتور الكويل بتاع الكونتاكتور مش ملقط ليه هو جاي منين جاي من 3 ريلي واثنين بوش بوتن ومش عارف ايه وفي ليميت سويتش في النص تبتدي تمشي وراه واحده المجموعه الثانيه زي ما قلنا هي اللي بتتعامل مع ال 16 بت واتفقنا يعني انا ما شفتش غير الخمسه الاولانيين 22 24 مش 16 والخامس ده ما شفتوش غير في موديل واحد من التي بار اللي هو الايه الدرايف بتاع شنايدر مش كل المودلز بتعمل سبورت للاخ ده هو الفانكشن 23 بتعمل ريد ورايت في نفس الريكوست عندك بعد كده اثنين فانكشن ريد واثنين فانكشن رايت الفرق ما بين فانكشن 3 وفانكشن 4 فانكشن 3 ريد هولدنج ريجستر فانكشن 4 ريد انبوت ريجستر الانبوت ريجستر انت بتريد بيرسنت اي دبليو انبوت ريجستر بيرسنت اي دبليو اما الهولدنج ريجستر بيرسنت ام دبليو ويمكن اتكلمنا عليها بسرعه وقلنا في بعض الحاجات ما بتفرقش كتير هو بيديك ماب وخلاص يقول لك ادرس 700 هتلاقي فيه تيار تطلبه باي دبليو تطلبه ام دبليو وهو يرد عليك وفي حاجات بتبقى سخيفه يعني لازم بعض يعني وبرده بنرجع تاني الكلام ده كله انا بتكلم على ديفايسز شنايدر فهو شنايدر نفس المانيفاكتشر هتلاقي عنده بروتكشن ريلي مايكرولوجيك مايكرولوجيك هتلاقي في بعض الحاجات هو عارف ده سيتنج السيتنج يعني يعني ده اوفر كارنت ريلي فاوفر كارنت تقدر تحدد مثلا الايه الكارنت ليفل اللي انت بتظبطه عليه ونوع الكيرف اللي هو ايه الانفرس او جاري انفرس او مش عارف ايه الحاجات دي تقدر تغيرها اقدر اغير هي معموله عشان اغير علشان على حسب الحمل بتاعي طب الاكيوال كارنت اقدر اعمل عليه رايت ولا ريد بس ريد بس هو بيقول لي هو بيسحب كام فبما انه ريد بس فيعتبر بالنسبه له بيرسنت اي فلازم تقراه
بفانكشن كود 4. اما الحاجات اللي هي سيتابل تقدر تعمل لها سيتنج زي التايم ديلي لو في تايم ديلي للتريب او زي الاوفر كامب ليفل او وات ايفر السيتنج اللي انت بتعملها بما انها رايتابل حتى لو انت عايز تعمل لها ريد انا ما بعملهاش رايت بس بما انها رايتابل يبقى اسمها هولدنج ريجستر وتعمل لها اكسس لفانكشن 3. ففي حاجات غلسه تتفرق لك ما بين الاثنين وفي حاجات بيقول لك ابعت لي ريد يا عم اي حاجه هرد عليك بس لما تيجي تعمل رايت لو الادرس رايتابل هرد عليك اوكي لو الادرس مش رايتابل هقول لك الكلام اللي انت بتقوله ما ينفعش ما اقدرش اكتب على ده. فهنا برضو الاختلاف قائم في بعض الاماكن ومش قائم في اماكن ثانيه. وعلى فكره برضو دي يمكن لسه عامله لنا مشكله قريب يمكن 3 اسابيع ولا حاجه سايت في اسكندريه كنا بنعمل ابجريد من بريميوم ام 580 اللي هو بالنسبه لسيمنز يعتبر بتشيل 300 وبتحط 1500 اللي هو الاجيال الايه الجيل اللي بعده. المفروض اللي رابط معانا مود بس دي سي اس اللي برمج الدي سي اس واضح ان هو اللي عارف فانكشن 3 ولا عارف فانكشن 4. احنا كل اللي بنديه له بيرسنت ام دبليو يعني كل هو انا مجمع له الداتا في الدي ال سي بنسميه داتا كونسنتريتد مجمع المعلومات بتاعه شبكه الكهرباء كلها كذا بانل يعني حوالي 400 500 دور مثلا ولا حاجه متقسمين على كذا بانل 400 ما نجيبوش 500 فمتجمعين في بي ان سي واحد. البي ان سي ده ما فيهوش ولا كارت ان ولا كارت اوت هو مجرد كروت كوميونيكيشن بيلم من ايه؟ من الصبيان بتوعه. كويس كل اللي فيه بيرسنت ام دبليو بدلنا شلنا البريميوم حطينا الام 580 عملنا البروجرام ترانسليشن وبعدين نص المحطات وقع او نص الداتا بتاعت المحطات وقع سنيتنج ومش سنيتنج وبتاع وبصينا لقينا المارفر بي دي سي اس بعت لنا ريدنج هولدنج ريجستر لبعض الريكوستات وريدنج انبوت ريجستر لبعض الريكوستات. البريميوم ما كانتش فارقه معاه حاجه كان بيقبل الاثنين وبيرد لك هو شايف ان الراكه ما عليهاش انبوت فيعني بيعتبر ان انت ايه يعني مش فاهم فبيرد لك على الاثنين مش سنت ام ده الام 580 نمك انا ما عنديش انبوت. اذا الايه بيرد بنيجاتيف اكنولج ان سبورتد ادرس. فطبعا كان لازم نغير يا هنا يا هنا بما ان ما فيش سي اس بروجرامر فيعني الحمد لله يمكن المهندس مصطفى كده شافها كده من اكتشافات الصدفه ان هو في تشيك بوكس معين ان انت بتسيبها مش للكونفجريشن ان انت بتبلغ الام 580 ان انا ما عنديش ايبوس خالص مش من الكونفجريشن يعني الكونفجريشن ما فيهاش انبوت فعلا ففي تشيك بوكس اديشنال التشيك بوكس ده لما اتعمل بقى الريكوست لما يجي له بتاع اي دبليو بيرد على ام دبليو وسيبنا الوضع كما هو عليه. فبرضه زي ما برجع تاني اقول كل ان انت تعرف تبرمج كوميونيكيشن حاجه كويسه بس لو ما بتعرفش واتس بيهايند ذا سين ممكن تقع في تريكات رخمه ما تبقاش عارف تخلص منها ازاي. عشان كده بنحاول ندردش مع بعض شويه وبعد كده ده الدردشه دي لا تغني عن ازاي برمجها. يعني انت دلوقتي سمعنا شويه عن المود بس طب انا هبرمجه بس سيمنز لازم تعرف الفانكشن بلوك اللي هي ايه بتعمل الريد او الرايت بيبقى شكلها ايه انت ما بتقعدش تكتب ثلاثه هي بلوك جاهز اسمه مود بس ريد مثلا كويس طب بيبقى شكله ايه ايه الانبوتس بتاعته احنا عمالين نقول الريكوست بيبقى فيه السليت ادرس والفانكشن كود والستارتنج ادرس والنمبر اوف ريجسترز او نمبر اوف كويلز هو بيرتب لك الكلام ده اوتوماتيك بس هو عشان يرتبه لازم يعرفه انت لازم تقول له الستارتنج ادرس بس هتقولها له بطريقه ظريفه هتقولها له ازاي هيديك بلوك ظريف كده مثلا الستيت نمبر بس ادي ممكن يبقى بورت نمبر مثلا وبعدين الادرس اللي هو اللي عندك والنمبر اوف ريجسترز حاجه زي كده مثلا ايه البورت نمبر ده؟ المفروض 502 في النوت بس لا انا مش قصدي على 502 502 ده في النوت بس انا بتكلم على ار اس 45 ليفل اصلا انت ال ال سي ممكن يطلع فيه خمس بورتات كوميونيكيشن
كل بار ريبورت رايح بيلم من 30 ديفايس. فانا بقول انا عايز ادرس اثنين في اني نتورك، ما هو البي ال سي تحت منه خمسه نتوركس. يعني انت عندك البي ال سي اهو، حطيت كارت كذا كارت كوميونيكيشن تحت بعض او جنب بعض سوري، فعندك هنا في ادرس اثنين، بينما برضو في هنا نتورك ثانيه برضو فيها ادرس اثنين. فلازم تقول للبي ال سي ريكويست هيطلع من انهي كارت. كويس؟ طب يعني كارت نمبر بورت نمبر واتيفر اسمه ايه بالنسبه للسيمنز بيسموه الاي دي بتاع الاوبجكت. لسه طيب لما بتحط هاردوير كارد بيبقى الكارد ده ليه اي دي، فلازم تستعمل رقم الاي دي عشان يعرف هيطلع ريكويست ده على ايه على اي بورت. وبعد كده بتستيف، بنقول ان هو المعلومات دي كويسه، بس برضه لما تيجي تستعمل سوفت وير معين لازم تعرف السوفت وير ده بايه بياخد بيرتب المعلومات دي ازاي عنده. وانس خلصت جزء السوفت وير، لو انت بتعمل سنيفنج او بتعمل ترابل شوتنج كلهم زي بعض. ليه؟ لانك سبت بقى السوفت وير وسبت انت ماسك الار اس 45 والكمبيوتر بتاعك، فدول كلهم بقوا زي بعض مفيش اي اختلافات بينهم. طيب لو حبينا نغير من مود بس لمود بس تي سي بي، ايه اللي هيتغير؟ لو اتنقلنا من المود بس للمود بس تي سي بي هنلاقي ان المنطقه اللي تحت اتغيرت. فيزيكال لاير ما بقتش فاضيه، بقت ايثرنت 802.3 الفيرجن 2 بتاعها. اللينك لاير بقى سيسما سي اي كارير سنس كونترول اكسس كولجن ديتكشن. النتورك والترانسبورت لاير ده اشهر بروتوكول عندنا اللي هو الترانسميشن كنترول بروتوكول والترانسميشن بروتوكول للترانسميشن اوف باكجز والاي بي اكسسنج راوتنج. يبقى النتورك والترانسبورت ما عندناش برزنتيشن ولا سيشن، ومتضمنين الاجزاء بتاعتهم بعضها في المود بس. مين بقى المود بس اللي فوق ده؟ ده اللي احنا عمالين نتكلم فيه. فانكشن 3 بتعمل ايه، فانكشن 4 بتعمل ايه، فانكشن يبقى نفس الايه زي ما نقول نفس كتيب الشفره مستعمل في الاثنين، نفس طريقه الايه ريكويستنج. انت برضو بتحدد الفانكشن وبعدين الستارتنج ادرس وبعدين نمبر اوف بايت وهكذا، ونفس الطريقه بتاعه الريبلاي. يبقى بيتعامل بنفس كتيب الشفره بس بيستعمل ايه اللايرز اللي تحت هي اللي بتختلف. طبعا بما ان احنا وصلنا للايثرنت فبنتكلم على السرعات اللي هي 10 مبقتش موجوده، 1 جيجا مش كومن بس موجوده، و100 جيجا اغلبيه. الماكسيمم ديستنس على حسب زي ما نقول لغايه الاف توصل ل 40 كيلو. الاف ليه؟ طيب لكن بالنسبه لل تي اكس العادي بتاعنا ممكن يبقى 200 متر، وده رقم متفائل قوي يعني كات 6 او كات 7 حتى ما بن ايه
ما بنوصلش يعني اكثر 120 متر من القلم. Number of devices. الحقيقة ما بقاش يهمنا قوي لأن ما بقيناش نعمل بس بقى كله بيستعمل السويتشز فهي على حسب عدد الكورتات اللي في السويتش. لكن لو كنت بتستعمل بس الدنيا كانت كتير. اتفقنا إن احنا النتورك أول ما بدأت كانت فلو أكسل دلوقتي كله بيستعمل الشيلد تويستد بير الاس تي بي اللي هو هنا حاطط الكات 5 وقايل إن أنا 100 متر. والكات 5 احنا برضه الكات 5 بقى ما بنستعملوش لأكثر من 75 متر يعني أكثر من 75 متر يا اما نجيب كات 6 او نطلع للفايبر والفايبر حسب الايه التايب. اتكلمنا على السنجل مود والمالتي مود قبل كده. طبعا التويستد بير شكله كترمينيتور اللي هو الار جي والفايبر اتكلمنا عليه قبل كده. الايثرنت بيسمح بسويتش يعني رينج ودي يسمح بستارت بوينت بترين التوبولوجي. يعني عمالين نتكلم من الاول ان ايه احنا بنشوف حاجات يعني جنرال. كان في لقطه كان اسمها التوبولوجي اللي هي اشكال النتورك وقلنا منها الرينج وقلنا منها الستار وقلنا منها التري وقعدنا ندردش شويه في ده ممكن يبقى فين وقلنا ممكن يبقى في مباني في الدماس وهكذا. فهنا هو بيسمح بريد اللي هو اللون الاحمر ده على الايه على الفرنات لاير وهنا عامل ريد فايبر والباقي كله عامل ستار بوينتس. وحاطط كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها تقريبا. حاطط هنا ترانسيفر عشان ايه ترانسيفر بيحول الفيزيكال ميديا يبقى حولها من ايه من ايثرنت فايبر وده ساعات بيبقى ارخص من انك تلاقي سويتش ارخص واسهل في شراء من انك تلاقي سويتش في فايبر كور. في بعض السويتشات بيبقى فيها ميكس يقول لك السويتش ده 8 كور 6 ايثرنت عادي واير و2 فايبر. لما بتبقى عايز حاجه بضاعه حاضره غالبا بتلاقي السويتشات كلها ايه ايثرنت بورتس فبيبقى الاسرع ان انت تجيب سويتش كله ايثرنت هتطلع لكابل ايثرنت وهتلاقي الناس المتخصصه في الفايبر اللي بتبيع الكابلات بتاعه الفايبر عنده ميديا كونفرتر اللي هو الترانسيفر كويس يبقى بتاخد ايه الاخ ده تحوله وتمشي بيه فايبر وترجع الناحيه الثانيه. وعلى فكره الترانسيفرز غالبا بيتباعوا بجوز يعني ما فيش حاجه كده ايه يعني في كتير الترانسيفرز يعني بيبيع لك الايه بالاثنين. طبعا عايز تشتري واحده اوكي يعني بس هو الطبيعي ان هو يعني اما بتيجي تسال بيديك سعر الجوز وبعد كده عايز واحده تشوفه هيرضى اصلا ولا هيقول لك وانا هعمل ايه بالثانيه الناس كلها بتشتري اثنين. فلو بتشتري اونلاين طبعا انت عايز نص واحده هيديها لك. لكن لو عندك تاجر ولا وكيل ولا مش عارف ايه ولا بتاع وعندك الستوك بيبقى ليه طريقه في الهاندل بتاعه. طيب الرينج علشان نستعمله في مشكله بتحصل. السويتش بيشتغل ازاي؟ اتفقنا قبل كده برضه لما جينا نتكلم على السويتشز قلنا السويتش غير الهب. قلنا الهب السؤال اللي بيجي له او الرساله اللي بتيجي للهب بيجي يعمل لها برودكاست على ثلاثه بورت وصاحب الادرس مظبوط هو اللي هيرد. اما السويتش فبيحاول يتعرف على الجيران بتوعه ويعرف الماك ادرس الفلاني او الاي بي ادرس الفلاني وصل على اي بورت وبالتالي كانه ايه بيوصل للبورت اللي هيرد. اوكي طيب واتفقنا ان الهاب يعني كتكنولوجي تقريبا ما بقاش موجود يعني. وبالرغم من كده يعني كنا برضه بندور على واحد قريب عايزين هاب. ليه؟
عندنا اي كوميونيتي مع بعض هو مين يصير حاجه مش فاكر ايه حاجه ثانيه صح. بي سويتش بوست كوميونيكيشن مش ناجح. عايز اخش بالسنيفر. احنا قلنا السنيفر يعني ايه؟ يعني سوفت وير هيراقب هو السؤال طلع والاجابه ما جاتش ولا السؤال ما طلعش ولا السؤال طلع والاجابه جت بس الراجل ما فهمهاش، فعايزين نعرف ايه اللي بيحصل. طيب السنيفر ده على اللابتوب بتاعك ولا على البي سي؟ لا على اللابتوب. كويس. وده اي حاجه بي ال سي دي بي ال سي بي بي ال سي 1 انت عايز تخش على السويتش ده اللابتوب ده بي سي بي سنيفر. كويس. نزلت السوفت وير وعملته مش عارف ايه وانا ودخلت هتشوف ايه؟ هتشوف حاجه خالص. ليه؟ لان ده سويتش البي ال سي ده كاتب في الريكوست بتاعه الادرس بتاع البي ال سي 2، فالسويتش هياخد الريكوست من هنا يطلعه لزميله اللي هو البورت نمبر 2. طب البورت نمبر 3 اللي انا داخل عليه ولا ليه اي حاجه؟ طب بي ال سي 2 بيرد يبقى هيجي من بورت 2 يوصله لايه؟ لبورت 1. حلها الوحيد علشان تعرف تسمع ايه اللي بيجرى ارمي السويتش وهات هاب. قعدنا ندعبس في المكتب على يعني ايه الحفريات الايثرنت القديمه علشان نلاقي هاب علشان نعرف نعمل سنيفنج. فيعني برضه كل حاجه بيبقى ليها ساعات الفايده بتاعتها. طيب اتفقنا ان السويتش سمارت. طبعا السنيفر ايه؟ لسه موجود الساعه. السنيفر لسه موجود لانه سوفت وير كويس هو اكيد موجود. الهاب كده كده بتتكلم على يوزر ليفل ديفلوبمنت كويس فقليل اللي بيحتاجه. تجاريا السويتش هو الكوماند ليها حلول اخرى كويس. يعني احنا في الاخر الحل فين؟ ان انت تجيب سويتش نظيف. طب السويتش النظيف ده يعمل ايه؟ يعني احنا ما لقيناش الحقيقه الهب كويس فطلبنا من موجود في السايت يصور لنا السويتش. ما كنتش ناسي كان حاجه هيرشمان براند دخلنا على الويب سايت بتاعه لقيناه سويتش غالي ينفع. في فيتشر في السويتشز الادفانسد بتسميها بورت ميرورينج. يعني ايه بورت ميرورينج؟ يعني بورت رقم ثلاثه ده اعمل ميرور للحاجات اللي جايه على بورت واحد. ميرور يعني ايه؟ كانه خد صوره وين؟ لانه عارف ان الناس اللي بتعمل ترابل شوتنج بتبقى عايزه تخش. ففي فانكشن مخصوصه في السويتشز المانجر الغاليه بنسميها بورت ميري. فبورت ميري استعملناه وبنقدر نعمل ايه؟ نعمل الاستديو. يبقى بدل الهاب اللي هو كان في وقت من الاوقات بنص سعر السويتش العالي كان يدوز الراب. انت عشان تعمل الحكايه دي محتاج سويتش نظيف اللي هو تقريبا ضعف السويتش العالي كويس عشان تعمل نفس الايه نفس الفانكشن. بس الحقيقه السويتش مانجر لا ليه ابلكيشنز اخرى زي الرينج اللي انا بتكلم عنه. ايه مشكله الرينج؟ اتفقنا ان السويتش بيعمل ايه؟ بيشوف الادرس اللي انت عايزه. يعني لنفرض مثلا ان اخينا البي ال سي العملاق ده اللي هو الكوانتم باعت عايز حاجه بالبي ال سي نص نص ده اللي هو البريميوم. المسج هتخش فين على السويتش ده؟ هتخش على البورت اللي تحت. طيب الادرس ده يقدر يروح له من على اليمين ولا من على الشمال؟ اثنين. طيب دي كده ايه؟ اول مشكله ده هو هيدور عليه من الناحيه دي يلاقيه، وهيدور عليه من الناحيه دي هيلاقيه. طيب ثاني حاجه المفروض ان
دي عشان تشتغل كل واحد ما بيبقاش عارف اخبار الريل دي ايه. يعني هو مفروض ان انت بتحاول تأمن نفسك. هو المسار الاقرب ان على طول يطلع من السويتش ده للاكسل الواير اللي فوق ويجي على السويتش ده على طول. يبقى كان الطبيعي انه يطلع على البورت اللي على الشمال، مش كده؟ طيب وبعدين هننبه على السويتش ان هو السويتش اللي على الشمال ده لقى الديفايس، فممكن يرجع لك نفس البورت مثلا. اوكي طب لو ما لقاش تري يحاول يشوف الايه المسار التاني. حقيقة بنعملها هنا الاكزامبل سهل شويه لان هم ثلاثه بس. طب لو هم خمسه سويتش ناخد بالنا ان ده سويتش مش راوتر. يعني ايه؟ يعني الحاجه الوحيده الشكل الوحيد اللي مسموح بيه هو الايه؟ هو الباص او الرينج. يعني ما عندناش راوتنج بقى واختار واسرع. كويس، عايزين نروح من هنا لهنا. السويتش ده دوره ايه في الموضوع؟ او السويتش ده ملوش غير دور واحد. جالك حاجه مش بتعرف تكمل ايه دايره. كويس؟ لا هو في السويتش في الرينج انترنت كمان ما بيعملش تاني. احنا المفروض الطبيعي بتاعنا احنا بدانا النتورك بتاعتنا بس اللي هو غالبا كله بيسمع وبعدين نشوف اللي بيرد. فبدل ما يقعد يعمل تشيك هو الادرس ده عندي ولا لا، هو اوتوماتيك في جميع الاحوال اللي بيديله رساله بيديها للبورت اللي بعده على رينج. يبقى كل سويتش عارف ان في اثنين بورت بنسميهم الرينج بورت والباقي عاديين الديفايسز داخل عليهم. فالرينج بورت اللي بيجي لك من بورت دي اللي بعده، بيجي لك من بورت دي اللي بعده، دي اللي بعده. يبقى انت ضمنت ان المسج لفت الرينج كله، وصلت للكل. سواء طلعت من الناحيه دي طلعت من الناحيه دي مش مشكله، هي وصلت خلاص. طب وبعدين؟ هيبقى فاضل عندك مشكله واحده، ان المسج طلعت لفت رجعت للاصدار. دي المسج طلعت من السويتش ده جت من على البورت رقم واحد. كويس، عدت بالسويتش الاولاني الثاني الثالث الرابع الخامس رجعت هنا على البورت رقم اثنين. لو طبق نفس الرول اللي جاي لك اعمله فورورد، ايه اللي يحصل؟ المسج هي مسج واحده تفضل ايه؟ تفضل تلف على طول. وده اللي بيحصل لو عملت رينج بان مانجد سويتش، لان كل سويتش شايف ان دي مش تبعي طب احاول اديها للايه اللي بعد مني وخلاص يمكن يكون هو اللي ايه هيجيبها ك يعني سيرش. بيسال على الادرس، السويتش ما بيلاقيش الادرس بيسال، فبيفضلوا كده ايه يلموا. يعني كل واحد بيعمل فورورد للايه للتاني وهو مش واخد باله، فبيجي له المسج تاني فيقوم باعتها للي بعد منه الادرس ده عندك، لا مش عندي الادرس ده عندك، وهكذا. تفضل نفس الرساله عماله ايه؟ عماله تلف. فالمانجر سويتش في فيتشر ان اللي اصدر الايه الرساله بيبقى ميمورايزنج ايه بحيث اما تلف له تاني ما يعملهاش فورورد. كويس، فالمانجر سويتش في اكتر من فيتشر. فيتشر ان هو الوحيد اللي اشتغل رينج. لو حطيت ان مانجد سويتش رينج بتقع. يعني ايه؟ يعني هو ريكوست واحد هيشغل لك الباند ويدث 100%، هيفضل ايه؟ يلف مع نفسه وخلاص. فبالتالي لازم عشان تعمل رينج لازم تستعمل مانجد سويتش اللي هو الاغلب. تاني حاجه في فيتشر اتكلمنا عليها اللي هي البورت ميموري. تالت حاجه تقدر تعمل اكسس كنترول ان البورت الفلاني ما يخشش عليك غير اي بي ادرس كذا او ماك ادرس كذا، فبيساعدك في السكيورتي. ان لو حد يعمل هاكينج، حد ان اوثرايزد، حد يخش ايه يشوف البروجرامز بتاعتك، لا انا قافل السويتش باسورد وقايل البورت الاولاني هيشتغل مع اي بي ادرس كذا بس. ودي برده من الحاجات
مش عارف فرق ما بين الاثنين. ممكن يلا عندنا صيانه، يلا عندنا تنظيف، فك يا عم الايه كابلات الار جي، ادي 10 كابلات البلاور ركب تاني، مفيش حاجه اشتغلت. ليه؟ لان ده مانجد سويتش متبرمج ان البورت الاولاني عليه اي بي ادرس كذا، لو دخل عليه بي ال سي تاني ما يقراوش. ده برام ده بي ال سي وبي ال سي، بس انا مبرمج الحاجه كل واحد عليه سبيسيفيك ادرس، فلازم الليبل بتاعه ده بتاع بورت 1 يتحط بورت 1. الناس كلها واخده على انه ايه كمبيوترات وبرينتر، يلا اقلب ده مكان ده كله شغال. فدي برضو في الترابل شوتينج بتبقى مهمه بالنسبه لنا. فالمانجد سويتش اول ما تشوف هنا تعرف ان السويتش ده من التايب الايه المانجد. اما لو ده ممكن يبقى مانجد سويتش او هاب زي ما انت عايز. وهات الميديا اكسس، قلنا سيزما سي دي كولجن ديتكشن. في الابلكيشن لاير اللي فوق، بما ان انت بقيت ايثرنت غالبا معظم الديفايسز ما بتبقاش بس في الابلكيشن لاير حاطط المود بس، لا بيحط لك شويه حاجات ثانيه زي اتش تي تي بي، بتلاقي ان انت تقدر تعمل تفتح الويب براوزر وتكتب البي ال سي ادرس موجوده في الايه الحاجات بتاع شنايدر موجوده في ال 1500 بتاع سيمنز، تقدر تخش عليه يدي لك الستيتس بتاعه هو ران ولا ستوب، والابلكيشن بروجرام اسمه ايه، والديت بتاع الايه الكومبايليشن بتاعه، وحالات ثبوت الاي او وهكذا. اف تي بي لو انت في فايل لوجنج عامله تقدر تعمل له ترانسفير. سمبل نتورك مانجمنت بروتوكول دي بنستعملها في الفيتشر بنستعملها في ترابل شوتينج. الدي ان اس الدومين نيم سيرفر يعني ما بنستعملهاش قوي، ممكن ايه نوصويت. احد الحاجات اللي بيديها لك هي الايه المود بس. هنا بقى بيرجع للايه للفانكشن لايبرز اللي احنا اتكلمنا عليها، الريد كويل والرايت وهكذا. هم حاولوا يوحدوا شويه ان انت تبقى عارف نسبيا الفانكشنز اللي جايه لك، بس يعني مش لاقي يعني ما شفتهاش واضح انها كانت محاوله وفشلت. يعني انت بتجيب الديفايس اللي هو بيسبورت مود باس سي بي، بعض الحاجات بيبقى فعلا ملهاش ويب اكس، انت بتستعمل مود باس بتعمل ريد ورايت وخلاص، وبعضها بيبقى فيه ويب بيزك اللي هو زي اي ودي سي ويب كونفيجرابل. يعني ايه؟ يعني انت تقدر تعمل يعني انت تعمل شاشه انيميتد كانها جافا سكريبت مثلا ولا حاجه تشو بعض الحاجات، يبقى بدل ما يجيب لك الحاله بتاعت الانبوت كارد ان هو شكل الانبوت والداتا، انت ممكن تعملها بقى شكل سير شكل لندر وهكذا. بس الحقيقه الكلاسيفيكيشن دي ما شفتهاش، يعني ان هو اي بي سي انا عارف من مانيوال بشوف ده كونفيجرابل ولا مش كونفيجرابل ولا ما فيهوش. واضح انها كانت محاوله للستاندرزيشن وفشل. طيب ايه اللي بيفرق؟ هو للاسف هنا مش محطوطه. اضطر ارجع لها انا هنا ندردش عليها مع بعض وبعدين ايه؟ لا هي موجوده هنا. ده الفرق ما بين المود بس ار تي يو والمود بس تي سي بي. المود بس ار تي يو قلنا اول وقت اول حاجه الستيت ار تي وبعدين الفانكشن والداتا وبعدين السي اس. اما اتنقلنا للمود بس تي سي بي الفانكشن كود فضلت زي ما هي، الداتا بتاعتها اللي هو الستارتنج ادرس والنمبر ومش عارف ايه فضلت زي ما هو. مين اتشال؟ السي اس. طب ينفع ابعت مسج كده من غير سي اس؟
محدد لينس بس ممكن يكون في بتاعي قلب. احنا عاملين السي ار سي ده ليه؟ علشان اتفقنا ان انت بتملي واحد زميلك رقم تليفون 0 0 0 100 مش عارف 7 2 5 وات ايفر. ممكن في الاخر تقول له على فكره مجموع الارقام 37. هو بيعمل ايه؟ يشوف الارقام اللي هو كتبها وراك مجموعها 37 تبقى سليمه. مجموعها مش 37 يبقى في رقم 6 واسمها 9 مثلا. اوكي؟ فانا بتشيك عليه. ليه رموا السي ار سي؟ لانها ما بقتش وظيفه لاير 7 بقت وظيفه لاير 4 اللي هي الترانسميشن كنترول بروتوكول. مش هو اللي بيقسم قلنا الترانسميشن كنترول بروتوكول بالنسبه للايثرنت هو اللي بيقسم الفايلز الكبيره الباكيتات ويبعت الباكت ويرسيب الباكت الناحيه الثانيه ويتشيك ان الباكت دي سي ار سي مظبوط. السي ار سي بتاع اللاير 4 في الايثرنت اقوى من السي ار سي بتاع الايه المود باس. السي ار سي بتاع المود باس 16 بت. السي ار سي بتاع التي سي بي 32 بت. فاحتماليه تكرار الصدفه يعني احنا كنا بنقول ان بالصدفه ممكن برضه التشيك بتاع المجموع بتاع ارقام التليفون ده يكون سمع رقمين غلط. السته سمعها 7 يبقى زود 1 ومش عارف الخمسه سمعها 4 فنقص 1 فالمجموع فضل ثابت. برضه كحسابات سي ار سي في probability ان الاثنين مسج يكونوا مختلفين ويطلع نفس السي ار سي. فال 16 بت ده احتمال، ال 32 بت نظرا لان الكمبيوتيشن اعد فالبروبابيلتي اقل بكتير، فبالتالي ملوش لازمه. ليه؟ لان المسج دي لو تفتكروا لما كنا بنتكلم على الايسو موديل قلنا المسج دي بتطلع من لاير 7 6 و5 مالهمش ايه؟ مالهمش دور عندنا. تنزل للاير 4 قلنا كل لاير بيبقى ليها دور، فلاير 4 تاخدها تحط لها باكت نمبر في الاول وتحط لها سي ار سي في الاخر خلاص خلصت. يبقى كده انت ايه مطمن ان هي هيتحط لها سي ار سي سموير ايلس فبالتالي تشالت من عليها. طيب هنا في يونت اي دي الهدف بتاعها ايه؟ البروتوكول بيسبورت طريقتين للتعامل مع المود باس تي سي بي. طريقه ان السليف دايركتلي في ايثرنت بورت، والطريقه الثانيه ان هو السليف اصلا ما فيهوش ايثرنت بورت، في ار اس 45 بورت. طب لو هو في ار اس 45 بورت اتعامل معاه ازاي؟ اتكلمنا على الريجات مش كده؟ فلو انا عندي بي ال سي في ايثرنت بورت ممكن استعمل بريدج من اللي من ايثرنت لار اس 45 واجي هنا اقول ده ستيج 1 ده ستيج 2 ده ستيج ان صح؟ ينفع. طيب حتى الانعكاس هنا مضايقه ولا حاجه؟ بس مبينه؟ طيب البي ال سي لما يجي يكلم سليف 2 هيكلمه ازاي؟ هيبعت المسج على الايثرنت. طب ما الايثرنت في حاجات ثانيه موجوده، ممكن يكون في بي ال سيز ثانيه، ممكن يكون في شاشات، ممكن يكون في كمبيوترز، وممكن يكون في جيت واي ده زيه. بريدج ثاني بيعمل شغلانه ثانيه. فيبقى لازم انت طالع على ايثرنت ادرس سوري على ايثرنت لينك، فلازم يبقى في هنا ايثرنت ادرس. يعني ممكن يكون البريدج ده واخد كبورت هنا 192 168 1 201 بينما ده 192 168 1 2 وده 192 168 1 202 وهكذا. يبقى انت بتحدد اول حاجه المسج بتاعتك راحت لانهي ادرس؟ لادرس 201 ولا ادرس 202 ولا انت عايز حاجه من زميلك اللي هو البي ال سي الثاني اللي هو على ادرس 101. لو انت عايز حاجه من 101 انت خلاص وصلت.
فورمات. طب انا عايز حاجه من السليف اللي هنا اثنين، هقول له روح الاول للبريدج يبقى 192.168.1.2.1 واحد. وبعدين اقول له على فكره انا عارف ان انت بريدج اديني سليف اي بي بي كويس. يبقى كان الاي بي ادرس بقى كام بايت؟ بقى 5 1 2 3 4 والايه والخامس. طب التي سي بي اي بي، الاي بي بيقول لك الاي بي ادرس فيرجن 4 4 بايت بس، ما ينفعش تحط واحده 5. يعني انت لما تيجي تعمل شبكه ما بين كمبيوترز هم 4 ادرس، مفيش حاجه اسمها 5، عشان كده بيحطها هنا. يبقى اليونت اي دي ديديكيتد بس لو انت بتتعامل مع ديفايسز فيا ايه؟ فيا بريدج، ينقلك من الايثرنت للايه؟ للار اس 45. اما الباقي اللي هو الهيدر الطبيعي بتاع الايثرنت ده اللي بيتحط في لاير 4 ولاير 3، لاير 4 ولاير 3 بيحطوا الحاجات الايه؟ البروتوكول اي دي بتاعنا والترانزاكشن اي دي، رقم الترانزاكشن، عشان لما تيجي ترد عليها بيقول لك انا برد على المسج رقم كذا. وبيتحط الاي بي ادرس اللي هو الديستنيشن، وبيتحط الاي بي ادرس بتاع السندر، وده لازم في الايه؟ في الايثرنت. ما بيقولش انا عايز فلان في الـ RS-485 مود بس، بقول ايه؟ انا عايز يا فلان فانكشن كذا. يبقى انا ببعت الايه؟ السليف ادرس، حتى بنسميه سليف ادرس. ليه؟ لان هو ماستر واحد هو اللي بيتكلم، فهو عارف اكيد السليف لما يجي يرد هو هيرد بيرد على الماستر. لكن دلوقتي انت عندك هنا مالتيبل اكسس، ممكن ده اللي يسال ممكن ده اللي يسال، فلازم السؤال يتضمن زي الجواب عنوان المرسل اليه وعنوان الايه؟ الراسل. فكل ده بيبقى موجود في الايه؟ في الهيدر بتاعك. ده بيتحط في اللايرز الايه؟ السبسيكوينت، انت عايز ادرس كام وطالع من ادرس كام، واللينس بتاع الايثرنت مسج. يبقى اللينس بتاع الايثرنت مسج على بعضه كده، يبقى برضه بيتعمل تشيك على الايثرنت مسج لينس ككل، على اساس ان الريسيفر يقدر ايه؟ يتوقع صح. نفس الكلام بالظبط هتلاقيه في البروفي بس بروفي نت، بروفي بس بروفي نت برضو الشفرة هي هي. التشيك سم بيتشال والادريسنج بيتغير عشان يسابورت الايه؟ الايثرنت ادرس. يبقى هي نفس اللعبة، اي بروتوكول بيتعمل منه ايثرنت فيرجن بتلاقي ان الكور بتاع البروتوكول اللي هو ايه هي السبورتد فانكشنز، والتكوين بتاع الرساله تبع للفانكشن دي بيبقى شكله ايه، ده بيفضل ثابت. اما ازاي تارجت سبيسيفيك سليف او سبيسيفيك ديفايس والايرور تشيكينج، هم دول اللي بيتغيروا من بروتوكول عادي للايثرنت امبلمنتيشن بتاعه. يعني just example، لو عندنا حاجة عندي request هو عندي ال function كمودبس RTU كانت موجهة للslave 17 function 3 starting address 006B length 003 والسي ار سي 7687. اما تيجي تتبعت بشيل ال 11 وبقول البروتوكول داتا يونت بتاعتي، الداتا يونت الداتا بروتوكول داتا يونت، بشيل ايه؟ الحتتين اللي انا مش عايزهم اللي هو الادريسنج لانه هيتعمل بطريقه ثانيه، والايرور تشيكنج عشان بايه؟ بيتم بطريقه ثانيه. بطلع ما يسمى الـ PDU، PDU اللي هو بداية من function 03 الـ starting address 006B والـ length 003. أما بيبتدي يتحول يبقى شبه جاهز للإرسال على المودبس TCP، بيبتدي يتحط له البروتوكول والـ transaction ID وبيقبل بقية الـ function زي ما هي،
ال 11 دي ال 11 دي غلط معلش دي حد يبين حد يشيلها وال يعني حط دي كمان غلط دي 6 11 الاثنين دول لا 6 صح ال 11 ايه غلط ال 11 هنا دي معناها ان انت رايح على جيت واي مش غلط قوي بس يعني دي معناها ان انت رايح على جيت واي ادرس على ادرس تحت جيت واي هو دلوقتي كده 3006B003 كده مظبوطه اللي هو الايه بيت البي تي يو ال 11 هنا اتقالت زي ما هي مش غلط طب 6 دي ايه؟ لينس بتاع حاجات كل الايه لازم تقول له ايه اللينس بتاع حاجات كل ده احنا عندنا هنا جاهزين كده لاير 7 المود باس تي سي بي خلصت تنزل ده للاير 4 يقوم حاطط السندر اي بي والديستنيشن اي بي بتاعه وبعدين يبتدي ايه ينزل للاير 2 ك ميديا اكسس وينزل على اللاير 1 الترانزاكشن اي بي ده رقم بيتعمل له اوتو انكريمنت تقريبا كل مش لازم اوتو انكريمنت يعني 1 2 3 هو بيتغير مع كل مسج بتطلعه وده عن كنترول البروسيسور بيعمل له جنريشن بحيث دي تنفع قوي في الموديل ده ليه الايثرنت مسج طبيعتها سريعه قوي يعني الاستردات مسج بتاخد مثلا 1 مايكرو سكند بعد السؤال فلو انت عندك هنا 10 ستيتس اقدر ابعت 10 ريكويست في 10 مايكرو سكند طب ده الواحد هنا بياخد مور ذان 50 ملي سكند على ما ايه على ما يرد طب ال 10 ريكويست دول ينفع يطلع بس مع بعض لا لان الباس هنا ماستر ستيل مش كده مين اللي بيساعدك في الحته دي البريدج ده بيبقى فيه باف بيقدر يخزن الريكوستات بياخد الريكوستات خد ال 10 يطلع الاولاني رد يطلع الثاني بعدين يطلع الثالث بعدين يطلع الرابع وهكذا طيب واحد منهم ما ردش ماشي هيقول لك ما ردش وبالتالي بيجي بعد شويه يبلغك انت طلعتهم كلهم في 10 مايكرو سكند وبعدين بدات تتكلم زميلك اللي هنا وجالك رد وبعدين شد وبعدين بعد شويه اخينا ده صحي ستيت 1 رد طب هي الداتا دي اسكنها فين؟ هو ده كان اني رد؟ ده انا ممكن ستيت 1 نفسه اكون بدل ما ابعت 10 ريكوست ل 10 ستيت اكون بعت ستيت 1 هو نفسه 3 ريكوست عايز اقرا البوت على الثلاثة فيز وبعدين عايز اقرا الطيارة على الثلاثة فيز وبعدين عايز اقرا الانرجي ثلاثة ريكوست لنفس الستيت طب جالي داتا من ستيت 1 هي بوت ولا طيار ولا فريكونسي عشان اخزنها فين في التي ال سي عشان كده كل ريكوست بيطلع اوله راندوم نمبر ويتخزن لغايه ما التايم اوت يخلص او الرد يجيلك يا الرد جالك خلاص الحاله اتقفلت يا اما تايم اوت بتشيله من البفر طيب اما يجي لك بقى ريبلاي لازم يكون الريبلاي دي نفس الترانزاكشن اي دي فتعرف ده السؤال بتاع البولت يبقى المعلومات اللي جايه دي خزنها في خانه البولت دي خزنها في خانه الطيار يبقى الترانزاكشن اي دي ملوش دعوه بالاي بي ادرس ترانزاكشن تبادل معلومات كده ده رقم الايه؟ رقم المخاطبه اللي بيننا وبين بعض فلما تيجي تعمل له مونيتورنج على البي ال سي سوفت وير تلاقي عمال ايه ارقامه بتلعب قدامك يعني تقريبا اوتو انكريمنت بس انت بالنسبه لك عينك ما بتجيبهاش لان بنتكلم ان في الثانيه الواحده ممكن يطلع اراوند مثلا 10000 ريكوست فيعني انت بتشوف كده لقطات راندم فبتحس انها راندم شويه. نعم؟ ال 11 هو واخد نفس الرقم بالظبط فده معناه ان هو افترض ان انت بتاكسس نفس الستيت ده فيا بريدج هو مش قايل كده يعني ما اعرفش ما يكون هي ده الاوبجيكتيف بتاع الرقم لا ده صدفه اصل ده 11 الرقم ده 11
وهنا نفس الرقم اللي هو نفس الستيت. اشمعنى نفس الستيت؟ ليه؟ لان اليونت اي دي لما باجي اتعامل مع بروسيسور دي كده ما قلتهاش، لما باجي اتعامل مع بروسيسور دايركت انا هكتب 2 سنتين 1 بس في خانه محبوسه اسمها يونت اي دي، احط فيها كام؟ هذا الفنشات نقول لها يونت اي دي دي متخصصه لو في عندك حاجه سبوتيفاي تحت، طب ما فيش حاجه سبوتيفاي حط فيها كام؟ السي بي يوز غالبا بتحسب ادرس 0 او ادرس 255 في اليونت اي دي. كويس، انا بصيت انا متوقع ان هي 0 255 فلقيتها 1 1 فقلت يبقى كده الاكزامبل بتاعنا معتبر ان في بريدج في النص، هو نفس الاكسس نفس سوري نفس الستيت اللي هو الستيت اللي فوق اللي هو ار اس 45 بس بحاول اجيبه دي في النتورك بايت. احنا كنا اتكلمنا ان احنا هنحاول نعمل كومباريسون، هنعمل حاجه سريعه وان شاء الله هيبقى لينا برضه محاضره ثانيه نبتدي نحاول نتكلم مع بعض على حاجه مور ديتيلد شويه. كنت بحاول اتكلم معاكم على كان اوبن فيرسس بروفيبس. لو بصينا في جنرال كده الميديا شيلد تويست بير في كان اوبن شيلد تويست بير او اوبتيكال فايبر في بروفيبس مش فارقه كتير. الماكسيمم ديستانس وساوند ريبيتر هو الاثنين اكوردنج تو السبيد. الكان اوبن بيوصل لواحد ونص كمان ميجا. البروفي بس اسرع يوصل لايه؟ ل 12 ميجا. بس دايما لما بتزود السبيد بيحصل حاجتين، ديستانس تقل وساعات يقول لك الماكسيمم نمبر اوف ديفايسز كمان قليل، يبقى انت ممكن يكون الماكسيمم نمبر اوف ديفايسز كمان قليل. فاحنا تيبيكالي بنشتغل على 1.5 ميجا بروفي بس. الماكسيمم ديستانس عندك من اول 100 متر لغايه 4 كيلو، 4 كيلو ده بيبقى في ريبيتر في النص 4 ريبيتر. الكان اوبن بنتكلم في 100 متر كريتيكال وبرضه في ريبيترز عندك. زي ما قلنا السبيدز عندك هي ستيبات، انت ما بتختارش الايه السبيد اللي انت عايزها كده في دماغك. هو في 9 possible speeds jumps معينه. البروفي باس مثلا برضه بيبتدي من 187.5 ل 500 ل 1 ميجا ل 3 ميجا ل 12 ميجا. الماكسيمم نمبر اوف ديفايسز 128 ل 126. الميديا اكسس كان اوبن ميديا اكسس بتاعه ايه؟ كان ممكن كان الاكزامبل الرئيسي بالنسبه لنا السيزما سي اي اللي هو الكوليجن افويدنس، وقلنا دي بيبقى ملعوب في الفيزيكال لاير بتاعتها بحيث ان لما يحصل كوليجن واحده من الاثنين تدومينيت والثانيه تختفي وبالتالي حد فيهم يكمل، وده بيبلاي ان الكوليجن يفضل يتعمل بدري، يعني اول بايت كده يعني يفضل اول بايت او ثاني بايت تكون عملت كوليجن وخلصت، يعني تحاول تضمن ان في الاول في اول حاجه بتطلع تديتكت الكوليجن. يعني لو بتتكلم باسلوب المود بس اول حاجه بتبعتها للسليب اي دي، طب ما يمكن اثنين بيحاولوا يتارجتوا نفس الايه نفس الدرايف، مش هيديتكت الايه مش هيديتكت ان في كوليجن غير يمكن بعد ما يجي يبعت السليب اي دي، والفانكشن ممكن يجي على الستارتنج ادرس يبتدي يديتكت ان في كوليجن، ده عايز ادرس 100 وده عايز ادرس 500. لا ما بنعملش كده، ما ببعتش الستيت اي دي الاول، ببعت مسج اي دي، والمسج اي دي بتبقى يونيك لكل ماستر مع سليف، كل ماستر مع سليف، الماستر ده مع السليف ده. الريد الفلاني لو انت بتقرا مثلا الارم بافر ده ليه برايورتي عاليه، لو انت بتريد حاجة مثلا التوتال انرجي يبقى رابعة دقيقة هتكون الانرجي زادت شوية مش هيفوتك حاجة. كويس، فبيبقى في برايورتي للمسج، وبما انها يونيك في النتورك فلازم في اثناء ارسال البرايورتي نمبر هيحصل كوليجن، لو في اثنين عملوا اكسس في نفس الوقت فاللور برايورتي دول. اما الميديا اكسس في البروفي باس فاتكلمنا ان دي الوحيده برضو اللي فيها دبل تكنولوجي في الايه في الباس اكسس،
ال TLCs بينها وبين بعضها ممكن تبقى توكن ريد، اما ال TLC مع السليفز تحت زي ماستر سليف فدي فيها دبل اكسس. الاثنين بيعتمدوا بالنسبه للتبادل المعلومات ان في سايكليك داتا وفي اي سايكليك داتا، والاي اي سايكليك داتا الاثنين بيسموها سيرفيس داتا اوبجكت، والسايكليك داتا الاثنين بيسموها بي دي او بروسيس داتا اوبجكت. يبقى الاثنين بيبقى فيهم بروسيس داتا اوبجكت سايكليك، كل سايكل بتتم، والثاني اللي هو بالنسبه للاي سايكليك بيبقى بتضطر تبعت الادرس بتاع الداتا اللي انت عايزها والنوع ريكوست ريكو ولا رايت والفاليو بتاعتها. بالنسبه للكات اوبن لما بيجوا يتكلم حتى البي ال سي مع درايفز بيشتغل ببلشر سبسكرايبر، اما البروفي بس هو شغال ماستر سليف كاكسس، وبالتالي دايما ماستر سليف بيبقى قصاده كلاينت سيرفر غالبا، يعني هو الماستر هيبقى هو ايه اللي بيطلب، الماستر هو اللي خد الاكسس على البس فهو بيطلب الايه يبقى كلاينت سيرفر، السليف بيبقى سيرفر. ده معناه ايه الكان اوبن بما انه سيزما سي اي فكل واحد بيبقى ليه دور على الناتور، فكل واحد عنده معلومه بيقولها. دي معناها ظريف جدا ممكن يونت زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان في فالفز، الفالف المفروض الدي ال سي بيتعامل معاه ازاي، بيوصل عليه اوتبوت ولا بياخد منه انبوت؟ هو الاثنين بيديله اوبن كوماند او كلوز كوماند، وبيبقى فيه ريش ان هو ايه وصل لنهايه المشوار هنا وريش لنهايه المشوار هنا. فالديفايس ده بالنسبه لي اوتبوت وانبوت بالنسبه لي كبي ال سي. اما بيجي الدور على البي ال سي بيببلش ايه اللي عنده الاوتبوت، يا فالف اعمل كذا بس، ما بيسالوش عن انبوت، هو بيبعت اللي عنده. اما بيجي الدور على الفالف بيقول انا حالتي كذا، يبقى بيبعت الانبوت، مفيش اسئله، هو كل واحد بيقول اللي عنده. البي ال سي بيبعت الاوتبوت يا اوبن كوماند يا كلوز كوماند، والفالف اما بيجي اكسس الميديا يقول انا فولي اوبن او انا فولي كلوز او انا رانينج ما بين الاثنين. فهنا الميكانيزم مختلف، ده ببلشر سبسكرايبر وده ايه كلاينت سيرفر. ان شاء الله المره الجايه لو في نصيب نحاول ايه نبص عليها، هي يعني الكتابه بتاعتها زي ما قلنا الايه سيزما سي اي وتوكرين ماستر سليف، وقلنا بيبقى فيه بي دي او، البي دي او ليميتد في الكان اوبن 8 بايت اللي هو البروسيس داتا اوبجكت سايكل سايكليك 8 دي 8 اوت، البروسيس داتا اوبجكت في البروفي بس بتوصل ل 244 بايت، والايه البي كي دبليو طبعا الاسم هنا رخم شويه، فانا ما بحبش رسالي دي الحقيقه، البروفي بس هو جيرمان فالاتصالات بتاعته كلها المانيا. كويس، بدا في الفيرجنز الجديده يعني حاولوا يقولوا برضه ده في دي او انما ده الاس دي او، فالاس دي او اللي هو السيرفيس داتا اوبجكت مش مسموح لك تاكسس غير اوبجكت واحد ات تايم. يبقى انت هنا ما ينفعش تقول انا هبعت 240 ورد مره واحده سيرفيس، لا هو كل مره بتبعت ورد رقم كذا خليه كذا، ورد رقم كذا خليه كذا، والمسج دي بتبقى ورد، يعني المسج يبقى فيها ورد الادرس وورد الفاليو وورد الفانكشن نفسها كود انت عايز ريد ولا رايت والرابع ريزلت. كمل ايه ان شاء الله المحاضره القادمه. Thank you.